ومن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لجهود وزارة الداخلية، ووزارة الداخلية نشرت فيديو امبارح للحظة تحرير طفل مختطف في أسيوط، والجهود اللي قامت بها الأجهزة الأمنية في ضبط مرتكبي الواقعة بعد تبادل إطلاق النار اللي أدى لمصرع أحد العناصر الإجرامية. شهدت محافظة أسيوط واقعة اختطاف طفل يبلغ من العمر 6 سنوات أثناء لهوه أمام منزله بساحل سليم، حيث فوجئ والده بقيام مجهولين يرتديان كمامات ويستقلان دراجة نارية باختطاف نجله ولاذ بالفرار. أجهزة وزارة الداخلية وفور تلقيها البلاغ بدأت العمل والتنسيق فيما بينها لسرعة ضبط الجناة وتحرير الطفل المختطف، ونجحت جهود البحث والتحريات في تحديد المتهمين ومكان إخفائهم للطفل. على الفور تم استهدافهم بمأمورية من قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن أسيوط ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي. تبادلت إطلاق النيران مع المتهمين، حيث بادرها أحدهم بإطلاق النيران وأسفر ذلك عن مصرع عنصر إجرامي خطر وبحوزته بندقية آلية وعدد من خزن السلاح الآلي، وأمكن ضبط باقي المتهمين وبحوزتهم سلاح ناري وطلقات نارية. كما نجحت المأمورية في تحرير الطفل المختطف سالما وإعادته إلى أهله. لما شفت بابا وماما تاني رحت خالص، والناس 20 سنة مش هتشوفهم تاني. عارف ليه؟ إن عمو الظابط اعتقد عليه. عمو الظابط عمل إيه؟ يبقى نقول له شكرا يا عم. شكرا يا عم. كون إننا يكون في حضننا في خلال 24 ساعة ده يعني إعجاز وإنجاز. تشكل بذلك تلك الواقعة نجاحاً جديداً للأجهزة الأمنية في مواجهتها لجرائم الخطف، وتؤكد معها قدرتها في التعامل مع كافة أنواع الجرائم وضبط مرتكبيها مهما حاولوا اتخاذ إجراءات للإخفاء والتمويه. فالأجهزة الأمنية لكل هؤلاء بالمرصاد لحماية أمن المواطن وسلامته. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.